معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية دكتورة هدى فالح الكبيسي. مرحبا بك دكتورة هدى. إذا مصادر برلمانية تؤكد أن 40 قضية فساد قيمتها 100 مليار دولار غير مسموح فتحها، كيف تقرأين ذلك؟ وهل هذه القضايا هي كل حجم الفساد في العراق؟ نعم، مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. في الحقيقة يعني نحن أمام مبدأ أو تحويض مبدأ الحكم الرشيد، وبالتالي هي هذا جزء من المشكلة الكبيرة أيضا التي يعاني منها العراق، هو الفساد الاقتصادي من 2003 إلى يومنا هذا 2019. ونلاحظ مثل ما ذكرت أيضا في تقريركم ال 40 قضية وبالتالي 100 مليار دولار اللي هي حجم المال الداخل في الفساد، وهناك اناس معينين من البرلمان هم الذي متهمين في ذلك. كل هذا يعني يجرنا الى ان يجب ان نفكر ايضا هو في الرقم المجموع الكلي للفساد، اي لا ناخذ ايضا الجزء ونترك الكل، يعني الرقم المتوفر او الرقم الذي يتم تداوله مثلا من قبل السيد عادل عبد المهدي في احد احاديثه الصحفيه الاخيره ذكر انه 300 مليار دولار، وايضا هذا الرقم يعني قليل جدا. يعني انا اتساءل انه السيد عادل عبد المهدي في 2015 كان مصرح من كان وزير نفط انه مبلغ الفساد مجموع المبلغ المالي للفساد في العراق هو 450 مليار دولار، اذا هل فرق بين 300 مليار وال 450؟ هل 150 مليار؟ لم نسمع بانه احد قام بارجاع هذا المبلغ، وبالتالي هنالك ايضا مشكله في التعامل مع هذه الارقام وعدم اعطائها مصداقيه. لحقيقه الامر ان الفساد في العراق كما يعني مررنا بعبر هذه السنوات كان ما بين 500 الى 700، ويشار الى انه في هذه السنه وصولا ل 2019 وصل الى 800 مليار دولار. هذه مبالغ كبيره دكتوره، ولكن لماذا لا تفتح هذه القضايا في ظل حديث الحكومات المتعاقبه بعد الاحتلال عن محاربه الفساد؟ من المشكله اللي احنا ايضا بها، وجزء من المنظومه السياسيه التي نحن بها، وجزء من التعاملات التي تحدث، هذا كله ايضا يجرنا الى انه هنالك تكبير في عمليه الفساد الاقتصادي، وبالتالي هذا الفساد اصبح مؤسساتي، يعني الناس اللي هم يعملون في مفاصل الدوله اكثرهم اغلبهم هم متعاونين مع بعضهم البعض، وبالتالي كل واحد من عندهم عندما يمر بمرحله من مراحل هذه التي اشرنا اليها في الفساد يعني يحاول ان يحمي الاخرين حتى ايضا يحمي نفسه، فبالتالي اصبحت هي كره ثلجيه كبيره من 2003 الى الان متدحرجه، ووصلنا الى حد من هذا التقرير دولي من قبل يو اس نيوز في 23 كانون الثاني 2019 حددت العشر دول التي اكثر فساد الذي هم اكثر فسادا في العراق عفوا في العالم، من 80 دوله هو العراق رقم واحد، العراق رقم واحد. وهنا اداء الاجهزه الرقابيه، يعني الى اي مدى يمكن ان الحديث عن تورطها في هذه القضايا لسكوتها عنها طبعا؟ نعم. نعم، هنا عندنا مشكله، المشكله تكمن في حزمه التشريعات وفي هيئه النزاهه، يعني هو لا يصح انه اي بس نرفع تقارير ونرفعها وبالتالي يتم مناقشتها وتداولها ولا يتم الاخذ بها او تشريع قوانين تحد من عمليه الفساد، لذلك الامور يعني تبدو انها مفتوحه الاطراف، وبالتالي الناس مستسهله، العاملون في هذا المجال مستسهلين عمليه الفساد لانه سوف يعني هنالك من يغطي عليهم وبالتالي سوف لن يعني يحاسبوا على هذه الامور. اذا هي المشكله مشكله ما بين نظام قضائي وما بين حزمه تشريعات، وكل هذا هو الذي يسبب في ان الفساد يزداد يوما بعد يوم، ومع الاسف وصلنا الى في هذا الاستطلاع اللي هو يضم حوالي 20,000 مواطن عالمي من مختلف انحاء العالم حددوا العراق انه على اول القائمه في المفسدين في الدوله الاكثر فسادا، وبالتالي مع الاسف ايضا اننا لم نجتاز ما وصلنا اليه حتى في 2018 اللي هو كنا 168 من اصل 180، لا بل اصبحنا الان ضمن هذا الموقع اللي هو يعالج كثير من المشكلات الاقتصاديه لكل انحاء
العالم ومنهم العراق. نعم. حط الفتاة انه هو الدولة الرئيسية. طيب. هو العراق هو على رأسها. ايضا دكتور هداب، بعض النواب اتهم الحكومة الحالية بتعمد نسيان فساد الحكومة التي سبقتها، وقال هذه مشكلة كل حكومة تأتي تغض الطرف عن ما قبلها، يراها يعني بعضهم ومنهم هذا النائب شرعنا للفساد. نعم صحيح، يعني لدينا أيضا الفساد في مجال التسليح للجيش، وهذه التقارير هناك برلمانية وحكومية في الحكومتين، في يعني المرحلة الأولى والثانية لحكومة السيد المالكي، وبالتالي هاي الـ 8 سنوات التي كانت فيها حكومة المالكي عملت في هذا المجال، أيضا هنالك فساد، هذا الفساد في مجال تسليح الجيش بلغ رقم 149.4 مليار دولار على مدى 8 سنوات فترة الحكومة. تنوع هذا الفساد ما بين 11 مليار دولار كنفقات التي تازت ما بين رواتب جنود طعام الى اخره، وبين 138.3 مليار دولار مدفوعات صفقات الأسلحة مع مختلف الدول، إيران، روسيا، الصين، تشيكيا، وبالتالي صفقات تشيكيا العفو، نعم، يعني هذه مجموعة الدول بلغ هذا المبلغ 138 مليار دولار فساد، ولكن أيضا لم يتم يعني التعامل مع هذه الملفات، وبقيت هذه الملفات غير واضحة. و إضافة إلى أن هنالك قيمة سلاح صارف من إيران. نعم دكتورة هداب الكبيسي من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية، شكرا جزيلا لك.